كيف كسب يا حرام؟ هم كل الكسب فلم كل المصاري مستعطفين الشاش العالم كله على قضية غزة بالضبط. بلا متبرعات والله أعلم لمن بروح عن التبرعات. وين بتروح التبرعات؟ لمين يعني؟ لمين؟ لحمس أمورهم في البنية التحتية في العسكرية في الوزعوا على بعض ببنوا نور لبعض يعني مرتبين أمور الحماس لا بتحرج لا لا مش تعب تحرير حماس بس فيها مصاري ما لبيتها مصاري بس راح تفرج على المغزة كل واحد يشتغل كام حموض وشبات لأولادهم وسيارات وكل يوم على أيام أخذين والناس مش ملاقي تأكل بغزة والله ما احنا ملاقي نأكل أنا حرام تدعم غزة بشيك شيك الواحد حرام تدعم غزة لأنه ما يتشعب مرزو الشعب شو اسمه متبرعات هو بيجي تبرعات في الليل بحطوه في المخدة اللي بدهم يوم بزور بمشابه بخبه يسمع الهلالين فانا ما تعلم أصدقوا أخذوا أولادهم وأخذوا كل عائلتهم كلها خلوها طول أبيها وخلوا هذا الشعب يموت.